أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الندوة المباركة ضمن الأسابيع الدعوية لوزارة الأوقاف المصرية، وندوة الليلة عن آداب الجنائز وحقوقها، ومعنا من السادة العلماء الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بحقوق المنوفية. ويحضر معنا من قيادات وزارة الأوقاف الدكتور محمود خليل، وكيل المديرية بأوقاف القاهرة، الدكتور منتصف محمود مدير الإدارات، الشيخ أحمد محمود محمد علي مدير عام إدارة أوقاف وسط القاهرة، الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، الشيخ أحمد مكي دسوقي إمام وخطيب المسجد. أيها الإخوة المؤمنون، إن المتأمل لسنة الله في خلقه يرى سرعة انقضاء الأيام والشهور والسنين، وما الحياة الدنيا إلا أنفاس معدودة وآجال محدودة، وفي ذلك عبرة لمن نظر وتفكر واعتبر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. حاسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وظلمت نفسي في فعالي كلها، ويحي إذن من وقفة الديان. يا أيها الإخوان، إني راحل مهما يطل عمري فإني فاني. يا رب، إن لم ترضى إلا ذا تقى، من للمسيء المذنب الحيران. أيها المؤمنون، نبدأ حفلنا الطيب المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ
محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وسيجزي الله الشاكرين.
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وما كان لنفس أن كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك ضمن الأسابيع الثقافية لوزارة الأوقاف المصرية من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وتدور هذه الندوة عن آداب الجنائز وحقوقها. أيها الإخوة المؤمنون، لما كان الموت نهاية حياة الإنسان في هذه الدنيا، فقد شرع الله سبحانه للأموات أحكاماً تجب معرفتها وتنفيذها في أموات المسلمين تعرف بأحكام الجنائز. قال ابن القيم رحمه الله: كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز إقامة العبودية لله على أكمل الأحوال، والإحسان إلى الميت، وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله، ووقوفه صلى الله عليه وسلم ووقوف أصحابه صفوفاً يحمدون الله ويستغفرون للميت ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه، ثم المشي بين يديه إلى أن يودعوه في حفرته، ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره
سائلين له التثبيت، ثم يتعاهده بالزيارة له في قبره والسلام عليه والدعاء له، كما يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا. عن آداب الجنائز وحقوقها نعيش مع هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدي صاحب هذا المقام وعلى جده أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم أما بعد، فإن الموت آية من آيات الله عز وجل، تنادي الإنسان وهو في أوج قوته وأنشط مظاهر حياته وأعظم ألوان طموحه وتمسكه بالدنيا وأكبر اعتزاز له بقوته. الموت ينادي كلما وقع لإنسان أمام أعين الناس أو وصل خبر موته إلى مسامعهم. هذا الموت، هذه الآية التي خلقها الله عز وجل، تنادي في العالمين جميعاً. في كل لحظة يقع فيها الموت بلسان فصيح مفهم بكل لغات الدنيا، فيقول للناس: إن كل قوة تنزعها هنا. إن القبر وهو فم الأرض، عندما يفتح لمواراة إنسان مهما كان وضع هذا الإنسان ومهما كان جاهه ومنصبه وغناه وقوته وعزته وثروته، ينادي: إن كل قوة تنزع هاهنا. لأن الموت هو سلطان الله القاهر الناطق بتفرد الله تبارك وتعالى بالوحدانية والبقاء، وأن كل ما عدا الله عز وجل إلى فناء. وصدق الله العظيم حين قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا الموت يعتبر نقطة فاصلة في حياة الإنسان، لأنه هو الفرق ما بين الحياة وما بعد الحياة، وهو الآية التي تهذب الإنسان وتوقفه عند حده. فإذا ما صور له طمعه أو سولت له قوته أنه يستطيع أن يفعل أي شيء، يعلم عندما يقع الموت أنه لن يساوي شيئاً، وأنه لا يساوي أكثر من حفنة من التراب. وهو دليل على قوة الله عز وجل وعلامة على عجز المخلوق. ومع ذلك، فإن الله تبارك وتعالى جعل هذا الحد الفاصل مرحلة لا تنزع فيها الكرامة عن الإنسان، فالإنسان مكرم عند الله حياً وميتاً. ولذلك شرع الله للإنسان الذي حمل سر ربه بين جنبيه والذي استرد الله تبارك وتعالى منه هذا السر وهذه الروح وهذا المظهر للحياة، حين استرد الله منه هذا السر تبقى كرامته قائمة في شرع الله عز وجل، وتلزم الناس بجملة من الأحكام التي يجب أن يتمتع بها الإنسان وهو بين يدي ربه تبارك وتعالى. ولذلك قرر الله للميت حقوقاً يجب أن تحترم، وقرر عند الوفاة وفي الجنائز آداب يجب أن تسود. وأول هذه الآداب أن الإنسان
لا يجوز أن تنزع عنه الكرامة حتى بعد موته. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد قال في محكم كتابه ولقد كرمنا بني آدم، فإن هذه الكرامة تسري على الإنسان وهو حي، كما تظل هذه الكرامة مع الإنسان بعد موته. وأعظم دليل على ذلك أنه يجب أن يوارى التراب وهو في هيئة طيبة، معطراً، مغسلاً، مكفناً، فلا يجوز أن يمثل بجثته، ولا يجوز أن يطلع أحد على عورة جسده، حتى الذين يغسلونه يجب أن ينظروا إليه بأدب، وأن يواروا مواطن سوءته عند الغسل، فلا يجوز أن تكشف. والذين يغسلون الموتى يعلمون ذلك، ويعلمون أن هذا من آداب الغسل والمواراة، وأنه من حقوق الميت عندما يلقى ربه تبارك وتعالى. ثم يكفن في ثياب بيض، ثم يعطر بالروائح الطيبة التي تقرب الناس ولا تنفرهم منه، ثم يصلى عليه. والصلاة على الميت تجسيد للكرامة التي قررها الله له، وهي معروفة، فيها دعاء وفيها بركة وفيها استغاثة لله عز وجل أن يتغمد هذا الذي مضى إلى ربه برحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يبدله الله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأن يضاعف له الحسنات، وأن يكفر عنه السيئات. هذا الدعاء في ذاته يدل على تكريم الله للإنسان ميتا، وهذا الإنسان يعتبر تجسيدا ورمزا لهذه الكرامة الإنسانية التي أوجبها الله لهذا الإنسان. ومن حق الميت أيضا، بل من آداب الجنائز، أن يوارى التراب، فلا يظل بدن الميت ملتقا للناظرين ينظرونه ويشفقون عليه. وإذا ما صعدت روحه إلى ربه، فإن كل الألسنة التي يمكن أن تكن عداوة له أو أن تتطاول عليه بالسوء يجب أن توقف، لأن الفارس إذا وقع من على جواده يكون من الخسة بل ومن النذالة أن يذكر بسوء وأن يعتدى عليه. الميت إذا انتقل إلى جوار ربه أصبح عاجزاً عن أن يدافع عن نفسه، وبالتالي فإن الألسن حين تلوكه بالسوء فإنه لن يستطيع أن يرد على نفسه، وليس من المروءة ولا من الرجولة ولا من الكرامة أن يستغل الإنسان موت إنسان فيطلق لسانه عليه بالسباب والشتائم وذكر المساوئ التي كان فيه. ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى أن نذكر محاسن موتانا، ويحظر علينا بل ويحرم علينا أن نذكر مساوئهم أو أن ننسب إليهم أي نقص أو سوء، وأن نترحم عليهم وأن نطلب الله لهم من الله عز وجل المغفرة والرضوان. لا يجوز أن يذكر الميت بسوء، وقد قرر الفقهاء هذا المعنى، بل وجعلوه حقا لكل إنسان طالما أنه قد مضى إلى ربه، وطالما أنه قد لقى حتفه، فلا يجوز أن يعامل إلا بالتكريم، لأنه أصبح في حالة من العجز التي يدافع بها عن نفسه. والإنسان لا يقبل على نفسه أن يذكر بسوء، ولا أن يذكره أحد بسباب أو شتيمة. ولذلك فإنه لا يجوز أن يحب أن يرضى على غيره ما لا يرضاه لنفسه. إذا كان الإنسان لا يحب أن يشتم حياً أو ميتاً، فإنه لا يجوز له أن يستغل موت الميت ثم يطلق لسانه عليه بالسوء، بل يجب أن يذكر محاسنه ليكون عبرة لمن يريدون أن يستقيموا على هدي الله عز وجل. ولعل في عدم ذكر المساوئ ما يعطي قدوة للناس، فإنهم إذا سمعوا عن إنسان كان يعيش محترماً بين الناس وكان يبدو ظاهر الصلاح، إذا علموا عن هذا الإنسان الذي كان ظاهر الصلاح في حياتهم
إذا سمعوا إنساناً يقول إنه كان يصنع كذا وكذا وكذا من أفعال السوء أو الأفعال المحرمة التي لا يحب أحد أن ينسبها إليه، ربما قلده المقلدون وانحرف بسبب هذا الاسم المنحرفون. فإن الضعفاء من الناس ينتظرون أي شائعة أو أي قول كريه ليقتدوا به، ولذلك كان الفساد في هذا الأمر أو في ذكر مساوئ الموتى منصباً على الميت في ذاته، ويمثل باب شر يفتح أمام ما الذين يمكن أن يقلدوه فيما سمعوه عنه كذباً أو حتى صدقاً، فإنه بعد أن مات أصبح أمره بين يدي ربه، وربما يغفر الله عز وجل له، وذلك غالب في جانب الله عز وجل، فيكون من رماه بالسوء قد افترى عليه. ما يدريك أن الله قد غفر له، ما يدريك أن الله قد قبل توبته. فإذا أنت ذكرته بسوء فإن الله تبارك وتعالى ربما يكون قد غفر له، فتكون أنت قد تجنيت عليه وتأليت على الله تبارك وتعالى، وذلك ظلم ما بعده ظلم. ولذلك كان من الخسة ومن الحمق أن يذكر الميت بسوء، اللهم إلا إذا كان في عمله عبرة وكان الناس يعلمون عنه من الأمور ما يحقق القدوة به أو ما يحذر من الاقتداء به. إذا كان ظلمه مشهوراً أو كان إثمه عميماً عند الناس جميعاً فإنه لا مانع في هذا الأمر، ولكن بشرط الاقتداء بهذا الأمر وأخذ الأسوة منه. يعني لا يجوز ذكر الميت بسوء إلا إذا كان عمله مشهوراً وكان الناس يعلمونه فيذكر لأخذ العبرة منه، لا للشماتة فيه ولا للتنقيص ولا للتحقير من هذا الإنسان الذي انتقل إلى جوار ربه تبارك وتعالى. والإنسان حين مات أو حين يموت لا تسقط حقوقه وتظل إرادته كاملة، فإذا كان عليه ديون فإن من حقه أن تسدد عنه هذه الديون حتى تعتق رقبته أمام الله تبارك وتعالى. وليس ذلك فقط، ليست الديون الواجبة فقط، بل إن رغبته يجب أن تنفس فيما يتعلق بالشؤون المالية. فإذا كان هذا الإنسان قد أوصى بجزء من ماله ليظل مصدراً من مصادر الخير التي يعود نفعها عليه وهو بين يدي ربه، فإن هذه الوصية يجب أن تنفذ. ولذلك كان من حقه أن تنفذ وصاياه، ولا توزع التركة إلا إذا سددت ديونه ونفذت وصاياه حتى تبرأ ذمته أمام الله تبارك وتعالى. كما يجب أن يوارى التراب وأن يدفن دفنا شرعيا يواري سوءته ويواري بدنه، وأن يكون المكان الذي دفن فيه معلوما حتى يزوره الناس وحتى يذهبوا إليه للدعاء والاستغفار، وأن يتقبله الله بقبول حسن، وأن يغفر له ذلاته، وأن يدخله الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يزور الشهداء والموتى ويقول لهم السلام عليكم دار قوم مؤمنون، دار قوم مؤمنين، إذ أنتم السابقون ونحن اللاحقون، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وكان يدعو لهم دعاء طيبا جميلا مأثورا. ومن الواجب أن يحظى المتوفى بالدعاء وهو بين يدي ربه تبارك وتعالى، حتى يكون في هذا الدعاء مغفرة له، وحتى يكون هذا الموت وسيلة من وسائل التكريم ومن وسائل إظهار الكرامة التي أثبتها الله له. كذلك يجب أن يحفظ البدن، فلا يجوز أن ينبش القبر عليه. والإنسان إذا وري التراب لا يجوز أن يخرج من التراب، ولذلك كان الاعتداء على بدنه وهو في قبره جريمة كبرى عند الله تبارك وتعالى. يعاقب عليها الإنسان في الدنيا كما يعاقب على أبشع الجرائم. فمن ينبش قبراً على ميت ليسرقه، ليسرق كفنه، أو ليمثل بجثته، أو ليأخذ جزءاً من بدنه، هذا إنسان يكون قد ارتكب جريمة كبيرة عند الله وعند الناس، ولذلك لا يتفق مع آداب الدفن ولا مع آداب الإنسان بعد موته
أن ينبش عليه القبر وأن يمثل به أو أن يترك بدنه عرضة للضياع من الحيوانات الضالة أو غيرها، فإن ذلك جريمة كبيرة تمثل عبثاً بجسد إنسان محترم، فإن الإنسان لا يفقد احترامه حتى بعد موته، وهذا من أوجب الواجبات التي أثبتها الله تبارك وتعالى للإنسان بعد موته. إن كرامة الإنسان ثابتة، وهي ثابتة له في حياته كما أنها ثابتة له بعد موته، ومن الواجب علينا أن نحفظ هذه الحقوق للأحياء وللأموات. وإذا كان حفظ حقوق الإنسان وهو ميت من الواجبات التي تتقرر له أو من حقوقه التي أثبتها الله له، فإننا من باب أولى يجب أن نحفظ كرامة بعضنا، يجب أن يحترم كل واحد منا الآخر، فلا يتطاول إليه بسوء ولا يذكره بغيبة أو نميمة، ويجب عليه أيضاً أن يحترم حقوقه. فإذا كان الله قد أوجب احترام حقوق الأموات وسداد ديونهم وتنفيذ وصاياهم، فمن باب أولى أن نأخذ من الموت عبرة، وأن نسدد ما علينا من الديون، وأن نفي بوعودنا تجاه الناس حتى لا نكون من الذين ينكثون عهدهم، وحتى نكون مع الذين يوفون بحقوقهم أمام الله وأمام الناس. وأكتفي بهذا القول حتى أتيح فرصة لأخي الأستاذ الدكتور عبد المنعم في إلقاء الضوء على جانب آخر من هذه الحقوق. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية على هذه الكلمة الطيبة عن آداب الجنائز وحقوقها. أيها الإخوة المؤمنون، إن الذي ينفع الميت بعد موته هو ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم من المبادرة بقضاء ديونه، فإن المسلم مرتهن بدينه حتى يقضى عنه، وتنفيذ وصاياه الشرعية والدعاء له والتصدق عنه والحج والعمرة عنه. يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أيها الإخوة المؤمنون، جنائز السلف كانت على التزام الأدب والسكون والخشوع والتضرع، حتى إن صاحب المصيبة كان لا يعرف من بينهم لكثرة حزن الجميع وما أخذهم من القلق والانزعاج بسبب التفكر فيما هم إليه صائرون وعليه قادمون. تأمل في الوجود بعين فكر، ترى الدنيا الدنية كالخيال، فكل الكائنات غدا ستفنى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال. نعيش مع هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بحقوق المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في البداية نتقدم بخالص الشكر إلى معالي وزير الأوقاف السيد الأستاذ محمد مختار جمعة على هذه الندوات القيمة المفيدة، وعلى هذا الجهد المبذول لتبصير المسلمين بأمور دينهم
وتبصيرهم بكل ما يشغل أو يشغل حياتهم الدنيا، وكل ذلك في أسلوب فقهي دعوي مبسط، عل ذلك يعود بالنفع إلى عامة المسلمين في حياتهم الدنيا وفي الآخرة. كما أتقدم بخالص الشكر إلى أستاذنا الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله مبروك النجار، أستاذ الفقه الإسلامي وبجامعة الأزهر، وكذلك عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجمع البحوث الإسلامية، الذي أيضا له باع كبير في الدعوة إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية. كذلك أشكر أستاذنا الدكتور السيد صالح المذيع الإعلامي المعروف بإذاعة القرآن الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته يوم القيامة. حديثي إلى حضراتكم سوف يدور حول آداب الجنازة. كما نعلم أن الموت أمر لا بد منه، وهو حقيقة واقعة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى تذكر الموت، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: تذكروا هادم اللذات. ولكن طبيعة الإنسان وحبه للدنيا وحرصه على البقاء فيها دائما يتناسى الموت، دائما يغفل عن هذه الحقيقة الواقعة والتي لا مراء فيها والتي لا شك فيها. ولذلك يقول القائل: صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. يخاطب صاحبه: صاحي، أي يا صاحبي شمر عن ساعد الجد في طاعة الله عز وجل، واستعدادا للقاء الله عز وجل، ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. ولما غلب على طبيعة الإنسان البشرية حب البقاء وحب يعني البقاء في هذه الدنيا وكراهية الموت، تناسى الناس ما يتعلق بأحكام الجنازات. ولذلك نبه ديننا الحنيف وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم نبهت على هذه الآداب التي ينبغي أن يرعاها المسلم وأن يضعها نصب عينيه فيما يتعلق بالموت وأحكام الجنازات وما إلى ذلك. هناك آداب كثيرة تتعلق بالجنازة. أول هذه الآداب أن المسلم إذا حضر إنسان يحتضر عليه أن يلقنه الشهادة. إذا حضر الإنسان المسلم أخا له يحتضر عليه أن يلقنه الشهادة، وذلك بطريقة هادية، أن يقول لا إله إلا الله ولا يعني يعلي صوته، بطريقة هادية حتى إذا تلفظ بها هذا المحتضر لم يكررها عليه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى إذن أول أدب من هذه الآداب والأشياء المستحبة بالنسبة للمسلم أن من يحضر وفاة أخيه المسلم أن يلقنه الشهادة. الأدب الثاني إذا توفي الإنسان، من هذه الآداب أن يغمض عينيه، من الآداب أن يغمض عينيه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن أم سلمة أنه أغمض عيني أبي سلمة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن العين أو البصر يتبع الروح. فهذه أيضا من الآداب التي ربما يعني
يغفل عنها كثير من الناس. كذلك أيضا من الآداب التي دعا إليها الإسلام والتي تتعلق بالوفاء وبتكفين الميت، أن من يغسل الميت عليه ألا يبوح بأي سر رآه بالنسبة للميت، لأن الميت قد يكون حاله على خير حال فتظهر له من الكرامات، وأن يبيض وجهه وأن يبتسم وتنفرج سريرته يعني ابتهاجا وفرحا بما هو مقبل عليه من الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولكن قد تكون هناك أمور يعني تترتب على بعض المعاصي أو مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى، فتظهر أمور يعني ربما يعني لا يسعد بها صاحبها لو كان على قيد الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه من يغسل إذا اطلع على سر من أسرار المتوفى ألا يزيع هذا السر. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من كتم أمرا أو سرا بالنسبة للمتوفي غفر الله سبحانه وتعالى له 40 مرة. هذه آداب وينبغي أن يتعلمها كل من يكون قريبا من تكفين الميت وتغسيله وتجهيزه وما إلى ذلك. أيضا من الآداب الإسلامية أن يسارع الناس بدفن الميت وأن يعجلوا هذا الدفن. كذلك أيضا من الآداب الإسلامية في هذه المواضع أن يستغفر للميت إذا تم دفن الميت. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. وقد ورد أن الميت يسمع قرع النعال، قرع نعال أهله. طبعا كما تعرفون هناك يعني يخرج معه 3: أولاده وماله وعمله. فيرجع 2: الأهل والمال، ويبقى العمل. ولذلك ورد أن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إذا مت ودفنتموني فلا تتركوني، بل ابقوا على قبري أو قريبا منه قدر ذبح أو نحر جزور وقدر توزيع هذا اللحم، لأنني سوف أطمئن بكم حينما يأتيني الملكان يسألان. كل هذه آداب إسلامية يجب على المسلم أن يراعيها فيما يتعلق بالجنازات. أيضا من الآداب أن يدعو المسلمون للميت عند القبر، يسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والمغفرة، وطبعا أنت إن اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن إلى آخر هذا الدعاء المعروف. أيضا من الآداب الإسلامية ألا يتكلم المشيعون للجنازة بكلام دنيوي. وهذه ظاهرة، بعض الناس على المقابر وقبل الدفن وما إلى ذلك، هذا الموضع هو موضع اعتبار وموضع اتعاظ، لأنه نهاية كل حي، ينبغي يستحب فيه السكوت وعدم يعني علو الصوت. لكن بعض الناس رغم أن هذا الموقف وهذا الوقت هو وقت اتعاظ واعتبار وتدبر، وهذه هي نهاية كل إنسان مهما عمر في هذه الدنيا، الإنسان مهما عمر في هذه الدنيا لا بد أن يرحل. الإنسان في الدنيا كالضيف أو كالطيف، الضيف لا بد أن يرحل، والطيف الضوء لا بد أيضا أن ينتقد ويرحل من مكانه.
فبعض الناس للأسف حتى على المقابر أثناء الدفن يتكلمون في الدنيا، كل واحد ماسك المحمول ويتكلم كأنه أين العبرة وأين الاتعاظ؟ هذه ليست من الآداب والتي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتكلم الإنسان بأحاديث تخص الدنيا، وإنما المراد والمأمور به هو الاعتبار والاتعاظ والتدبر، أنه يوما ما سيحمل على الأعناق، وأنه الآن سيودع، وأنه يوم ما سيشيعه أحبابه ويودعونه. هذه مواضع اتعاظ واعتبار، فالعاقل والذي يتأدب بآداب الإسلام عليه أن يرعى هذه الأمور. كذلك أيضا من الآداب الإسلامية التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بأحكام الجنائز، أنه يجب على الإنسان أن يسترجع وأن يدعو الله سبحانه. أهل الميت الذي أصابه، القرآن سمى الموت مصيبة، حتى إذا أصابتكم مصيبة الموت، فمن فقد له عزيز كابنه أو ما إلى ذلك، عليه أن يسلم وأن يفوض الأمر لله سبحانه وتعالى، وأن يسترجع وأن يطلب من الله عز وجل أن يخلفه خيرا منه. روي عن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله سبحانه وتعالى عليه. فلما مات أبو سلمة قالت: تذكرت ما سمعت أو تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فأخلف الله سبحانه وتعالى خيرا من أبي سلمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمور أيضا أن يحمد الإنسان ربه إذا مات له حبيب أو قريب، لأنه قد ورد أن النبي صلى أن الله عز وجل في الحديث القدسي على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذت ولده؟ وقال ماذا قال؟ والله أعلم سبحانه وتعالى بحاله، قال: حمدك الله، حمد الله وأثنى عليه. فيقول الله سبحانه وتعالى: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد أو بيت الحمد. هذا لمن يحمد الله سبحانه وتعالى، ولمن يسلم أمره لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الآداب الإسلامية ألا يعني ينوح الإنسان. الرسول نهى عن النوح وعن لطم الخدود وعن شق الجيوب، وأن يدعى الإنسان بدعوى الجاهلية. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. بعض الناس في هذه اللحظات التي ينبغي أن يعني يسلم الإنسان أمره لله وأن يحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى، يفعل أفعالا جاهلية كما يفعل كأهل الجاهلية، حيث يلطم الخدود ويشق الجيوب ويتلفظ بألفاظ لا تليق به كمسلم الذي حاله والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر، وكانت امرأة تبكي على هذا القبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفها. فقالوا لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علمت سارت خلف النبي وتعتذر، طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر
عند الصدمة الأولى. كذلك أيضا من الآداب الإسلامية فيما يتعلق بالجنائز هو مواساة أهل الميت والتخفيف عنهم وأن يصنعوا لهم طعاما، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه خبر وفاة جعفر ابن أبي طالب قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن بهم ما يشغلهم. هذا أيضا نوع من التكافل ونوع من المواساة في هذا الظرف. أيضا من هذه الآداب التعزية، أن يعزي المسلم أخاه نتيجة لما أصابه من هذا المصاب، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عز أخاه في مصيبة ألبسه الله سبحانه وتعالى حلت الكرامة يوم القيامة. الإسلام نهى عن شق الجيوب ونهى عن البكاء الذي ينم عن عدم الرضا، ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن البكاء بصوت خافض والذي ينم عن يعني الحزن أو حزن الفراق هذا أمر يعني يسمح به. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي ابنه إبراهيم رضي الله تبارك وتعالى عنه ورآه صلى الله عليه وسلم ذفرت عيناه بالدم، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ذفرت عيناه الأخرى بالدمع، فقال له أحد الصحابة: أو أنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنها رحمة. وثم قال: إن العين لتدمع وإن القلب لاحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بحقوق المنوفية، على هذه الكلمة الموجزة عن أحكام الجنائز وآدابها. وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول، وإذا وليت أمور قوم مدة فاعلم بأنك عنهم معزول. ويقول صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار يعني طلب الكلمة مرة ثانية في دقيقة أو دقيقتين، نستمع إليه. شكرا. أنا الحقيقة كنت عايز أتكلم عن بعض النقاط، لكن جزا الله أخي العزيز الدكتور عبد المنعم سلطان لم يترك لي مجالا للحديث، حيث غطى كل النقاط التي كنت أريد أن يعني أعقب في بعض منها. لكن فضل نقطتين أنا برضو أود أن أنبه عليهما. النقطة الأولى هي ما قبل الموت وفترة المرض. لا يجوز للإنسان أن يهمل صحته بمقولة أنه محب للموت أو مشرف عليه أو يائس من حياته أو غير ذلك، لأن البدن أمانة، ومن الواجب عليه أن يحافظ على هذه الأمانة، فأن يلتمس الدواء. والله عز وجل: ما من داء إلا وجعل له دواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من داء إلا وله دواء إلا الهرم. الهرم اللي هو الشيخوخة أو كبر السن، فإن كبر السن هو الوحيد الذي يمكن أن يقف أمام العلاج. ومع ذلك فإن من الآداب التي تسبق الوفاة أننا إذا زرنا المريض يجب أن نفسح له في الأمل، يعني يجب أن يكون كلامنا جميلاً لطيفاً مهذباً. فإذا كان به من العلل ما به، فيجب علينا أن نهون عليه هذا الأمر ونقول له: والله إن هذا الأمر يسير، وإن الأطباء يقول، حتى الأطباء
يجب عليهم أن يفسحوا له في الأمل، لأن الإنسان إذا علم أن نهايته والموت له فزع كبير على النفس، إذا علم الإنسان بذلك فإنه سينهار وسيفقد قوته، وربما عجل أجله أو كان ذلك سبباً في وفاته، فيجب علينا أن نفسح له في الأمل عند مرضه، ويجب عليه أن يأخذ بأسباب التشافي والتداوي عملاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداوى. في أمر ثاني في العزاء، أن العزاء غالباً ما يدخله أو كثيراً ما تحكم العادات والتقاليد فيه، فتدخله المظاهر، فتجد مثلاً بعض الناس يتفننون في الملبس الذي يظهرون به أمام الناس، أو بالطريقة التي يتحدثون بها، أو إعداد فيلم تذكاري أو غير ذلك، يصور حركاتهم وسكناتهم وهم يتحركون ويروحون ويجيئون. هذا ليس من آداب العزاء، بل من آداب العزاء أن يكون هناك لقاء ومواساة لأهل الميت من غير صرف ومن غير مخيلة، وكذلك أيضاً من غير جزع وفزع، كما قال أخي العزيز الأستاذ الدكتور عبد المنعي. كذلك أيضاً يجب البعد عن النميمة، فلا يجوز أن تكون مواطن العزاء سبب للقيل والقال: وفلان عمل، وفلان خلى، وفلان طلق، وفلان جوز، وفلان إلى غير ذلك من الأمور ومن العادات التي لا تتفق مع جلال الموت ولا مع أدابه. نقطة أخيرة، وهي كلمة حضور الغسل. لا يجوز أن يحضر الغسل إلا من يقوم بالغسل والذين يوصي بهم الميت، لأن الإنسان بيبقى في حالة كشف وفي حالة يجب ستره فيها، وبالتالي دخول بعض من لا يريد أهل الميت أو من لا يريد الميت أن في حياته أن يطلع عليه، لا يجوز. أن إذا أوصى بأن يغسله شخص فيجب أن تنفذ وصيته في هذا الأمر، ولا يجوز أن يقتحم حماه أحد وهو يغسل استعدادا للقاء ربه، إلا إذا كان ذلك برغبة أو وصية من هذا الشخص. أنا حكتفي بهذا القدر، ولكن من حق معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة أن نتوجه له بشكر خاص على هذا النشاط العلمي وعلى هذا النشاط الدعوي، الذي لولاه ما أتيح لنا هذا اللقاء المبارك في هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين، وفي الساحات المباركة في المساجد كلها التي أشار فضيلته بأن تجرى هذه المجالس، مجالس العلم التي تعلم الناس صحيح الدين وترشدهم إلى الصواب من دين الله عز وجل، إن هذا الرجل ببصيرته الدعوية الثاقبة وتوفيق الله تبارك وتعالى له، كان هو السبب الذي أجر الله له على يديه هذا الخير، وهو الذي كان سبباً في شرف أن نلتقي بكم وأن نلتقي في هذا المجلس المبارك لنتقرب إلى الله تبارك وتعالى بمجالس العلم وذكر الله تبارك وتعالى في هذه الساحة المباركة وأمثالها من الساحات الأخرى التي تملأ جمهوريتنا الحبيبة المباركة، التي احتضنت الدعوة الإسلامية وارتقت بدين الله، وهي تقدمه للعالم أجمع هذه الندوات وهذه الأنشطة الدعوية، يراها العالم كله ويقتدي بها ويستفيد منها، فجزى الله من كان سبباً في هذا الأمر خير الجزاء، ووفقنا ووفق الذين يعملون معه وهم من خيرة العلماء وخيرة الدعاة إلى الله عز وجل، وفقنا الله جميعاً لما يحب ويرضى، وحفظ بلادنا من كل سوء. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء يا رب العالمين، اللهم احفظ مصرنا من كل سوء يا رب، واجعلها سخاءً رخاءً وسائر بلاد العالمين يا رب العالمين. وأشكركم على حسن الاستماع، وأترك الميكروفون لأخي الكبير. فضل. شكراً لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار على هذا التعقيب الطيب. نختتم هذا الاحتفال بهذه الابتهالات والمدائح النبوية والمبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف. سيدي يا رسول الله، صلت عليك
قلوب وأفئدة صلت عليك قلوب وأفئدة وسلم الناس قاصيها ودنيها يا أيها الإنسان دنيا فاحذر فما في الأرض من باق دنياك فاحذر فما في الأرض من باق وما لنفس أتاها الموت من واق وما لنفس أتاها الموت من واق أعلى المكاسب فيها عرش مملكة أعلى المكاسب فيها عرش مملكة هل دام ملك لغير الواحد الباقي فأهب للذي لا بد منه تأهب للذي لا بد منه فإن بعين فكر ترد يدنيتك الخيال تأمل بعين فكر ترد يدنيتك الخيال فكل سوف تفنى فكل الكائنات
وتفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال. سيدي يا رسول الله، يا سيدنا النبي، إذا شئت أن تحيا سعيدا مسلما فصل على خير الأنام وسلم. يصلي عليك إله العرش عشرا مكرما، ويدنيك من ذاك المقام تنعما. سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وبهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشريف عبد المنعم خليف، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك ضمن الأسابيع الثقافية لوزارة الأوقاف المصرية من مسجد الإمام الحسين بمدينة القاهرة. وكانت ندوة الليلة عن آداب الجنائز وأحكامها. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.